مساء الخير، مكملين في حلقتنا عن الحوار في القرآن، وإن يكون عندنا كتاب متسجل فيه حوارات اللي صاغها ربنا سبحانه وتعالى، فأكيد الحوار ده مليان أسرار ومليان استنباطات فيها خلاصة معاني ضروري توصل لنا ونعيش بيها. والحكمة من الحوار في القرآن لأن ربنا ميز الإنسان عن كل الخلق بالعقل، والعقل من أهم مواصفاته هو البحث عن السبب والمسبب. فعقل الإنسان منهجية تفكيره مبنية على السؤال والبحث عن الإجابة طول الوقت. الحوار هو أداة مهمة ربنا أوجدها لنا علشان بنقدر نوصل للحقيقة، وبيه بنزداد معرفة، وبيه بنروض نفسنا عن اتباع أهوائها وعن سيطرة انتصار الذات، فتتوجد البراهين للعقل والبصيرة للقلب، فتتوجد الهداية. فلو اتعلمنا أداب الحوار والجدال الإيجابي هنلاقي نفسنا اتعلمنا دين وتعلمنا تطبيقه، وده اللي بنعمله الملف ده. كل يوم بناخد نموذج لحوار من القرآن ونتعلم منه أداب الحوار والهدف منه. النهاردة هنتكلم عن حوار سيدنا إبراهيم مع أبوه. امبارح اتكلمنا عن حوار سيدنا إبراهيم مع النمرود ومع قومه، حوار كان فيه شدة ولين وبراهين، والحوار بأسلوب الصدمة والمواجهة كانت أساليب متنوعة بيأثر بيها على عقولهم وعلى مشاعرهم ونفسهم. لكن حوار سيدنا إبراهيم مع أبوه مختلف، أسلوب تاني وتوجه مختلف في الحوار. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أسلوب فيه رجاء وتمني واستعطاف ورحمة وتطبيق توصية وبالوالدين إحسانا. وبرغم رد أبوه عليه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، برغم كل إصراره ده على كفره، لكن كفره ما أثرش على درجات الإحسان في معاملة سيدنا إبراهيم له ولغة حواره معاه، لكن أثر على التبعية وإن يكون منسوب له. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. مش معنى اني مختلف مع الاخر ان التعامل بالحسنى والاخلاقيات يتاثر. سيدنا ابراهيم تبرأ من ابوه ومن عقيدته ومن افعاله من غير ما ياثر ده على تعامله بالاحسان. نفذ ده ازاي؟ قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله. ودي قاعدة مهمة في العقيدة بتأسس معاملاتنا مع البشر، إن مهما كانت درجات الاختلاف وأعلى درجات الاختلاف هو اختلاف العقيدة، فالقانون اللي بيتبع وقتها مبني على حاجتين مهمين جدا، هما سلام عليك وأعتزلكم. السلام ده منهج تعامل وتطبيقه محتاج مجاهدة وترويض للنفس. إحنا بيكون جوانا ولو بذرة بسيطة فيها احتقار للمذنب ومش بنفصل. القدرة على الفصل بين الذنب وبين اللي بيعمل الذنب فتحتقر الذنب ونقيم السلوك مش الفاعل، فدي أولى خطوات تطبيق معنى السلام في المعاملة، وده بيحصل لما بنستوعب إن المذنب ده هو من خلق الله. سيدنا عيسى له قول: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وده أول جزء وصى بيه سيدنا إبراهيم في حواره مع أبوه. تاني جزء هو الاعتزال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. والاعتزال ده من أهم المبادئ اللي محتاجين نطبقها ونستخدمها في حياتنا في معاملاتنا مع البشر. إيه المقصود بالاعتزال؟ الاعتزال مش هروب وسلبية، الاعتزال أصل معناه هو إنك تعزل قلبك وروحك عن البشر. قلبك وروحك متحصنين وموصولين بالله، لكن نفسك حاضرة مع البشر بتأدي رسالتها ودورها معاهم. فاعتزال سيدنا إبراهيم اعتزال معنوي، هو كمل في رسالته في دعوة قومه معاهم ووسطهم، لكن اعتزل الفكر والسلوك، اعتزل الجدال مع أبوه، لا إن حواره معاه هيوصل لعنده كفر أكبر، فوقتها الصمت أولى من الحوار. ودي من معاني السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزال ودعاء، لما بتنقطع الأسباب وتحس بالعجز وما توصلش للنتائج اللي نفسك فيها، فوقتها التمسك بالدعاء بالقرب من ربنا ومناجاته مع الاعتزال الروحي، فده بيحقق توازن كبير جدا وبيعوض عن الفقد. وضروري علشان الاعتزال يكون إيجابي وما يكونش اعتزال يسيطر عليك فيه الشعور بالعجز وإنك ضحية وتحس بالإحباط واليأس والوحدة،
فلازم يكون اعتزال مع ربنا بتستزيد فيه معرفة وذكر، تستشعر فيه معنى معية الله، فتحس بالاستغناء، فتحافظ على قوتك وصمودك وصبرك وحكمتك في تطبيق معاني السلام والاعتزال. الاعتزال بالشكل ده بيحقق أعلى درجات السلام النفسي. انت ليك دايرتك مركزيتك فيها ربنا، بتخرج منها للبشر برسالتك المطلوبة منك تحت منهج الله، وبتدخل تاني دايرتك، فوقتها الناس على كل مستوياتهم ما بيكونوش مركزيتك ومحور تفكيرك ومشاعرك ومسيطرين عليك، وده بيحميك من انك تكون سهل تتصدم، سهل تستفز، سهل تغضب وتغلط او تحمل هم وتعيش في حزن او خذلان طول الوقت. وغير كل ده انك سهل تنجرف في الافكار والمعتقدات اللي بتكون زي السم في العسل وبتملع عقولنا واحنا مش مدركين. كل ده ربنا رحمنا منه بقوانينه بتحقيق معاني السلام والاعتزال الايجابي مع ربنا، وده اللي نفذه سيدنا ابراهيم، وكانت النتيجه ان ربنا وهبه من فضله وعطائه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. الاعتزال بالله لازم مقرون بالهبة من ربنا، والهبة أشمل وأعمق من الرزق. ربنا من أسمائه الوهاب، عطاء من غير حدود، وكل واحد ربنا بيوهبه حسب احتياجه الحقيقي. هبة الحكمة منها تعينه أكتر على الوصل بالله، فيتعمق في معاني السلام والاعتزال الإيجابي للروح والعقل والنفس. اعتزال بتقوم بيه بكامل رسالتك، وتتفاعل فيه مع المحيطين ومع الأحداث اللي حواليك، وبتعمر فيه الأرض، لكن وانت عازل قلبك وروحك ونفسك بالله، فمحصن نفسك من كل المستجدات والفتن. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمره مرفقا. فأووا إلى الكهف. الكهف هو رمز للاعتزال تحت مركزية الله في معية الله، والنتيجة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمره مرفقا. معاني أساسية في العقيدة لخصها سيدنا إبراهيم في كلمات بسيطة في حواره مع أبوه، هنتكلم عنها بالتفصيل النهاردة بإذن الله مع ضيفنا الشيخ نادي سعيد من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.